مع السلامة. كالعادة هاتلي فيديو جديد اليوم على اليوتيوب، ما تنساش تعمل لايك وتفعل الجرس بشبتك جديدة كل يوم. السلام عليكم شباب، شنو احوالكم؟ شنو عاملين؟ السلام عليكم. بابا والله يبدا يتلكش ويستنبط توا في المشاكل. بابا راهو مش كل شي معينة، توا يستنبط في المشاكل ويحب يتلكش. يبدا يستنبط في المشاكل ويتلكش ويعمل. تشبيك يا حاس من لباس. هك تخوف يا حاج، هك تخوف. شنو شنو اخباركم؟ اليوم باش نعملوا حلقه. اليوم خاف لا يبدا يضرب ويسب فعلوا له، باش نحاول. خبشني البارح. تفرج 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 الكل كل فارس خويا، تفرج تفرج يضرب هنا دبيت من علو، باش تعرفوا قداش نعاني انا. الكل كل يا عاش. اه سيبني يعلم بيا ربي. تفضل سامحني. سماح، انت انسان متربي وخلوق، باش نحكي لك موضوع بيناتنا يموت. كيفاش راه؟ سري في بير ولا ساعة؟ ها؟ سري في بير ولا؟ سر في بير. اغزلي اغزلي. مشيش تحكي. تمشيش تحكي وتصب وتام. بابا ربي ما بينك. شلقت. صدقت بموضوع خطير يا حاج. صار خير. ثم واحد يخدم معاكم في المرشي، يكاكر فيها على اساس هو يخدم في المرشي الزوالي، وهو رئيس عصابه يبيع في النفة البيضه بالكيلوات. يخدم معاكم في المرشي ويبيع في السلاح. ما نسوش جذيه هلكها الدنيا، هاترها. ما عرفتوش خد هردها الدنيا. ما عرفتوش هو اللي نحكي لك عليه. اسمه العياري. عياري الله ما هو يكركر فيه على الناس زي ما هو بوهالي وزوالي، وهو رئيس عصابة يجيب في النفة البيضة من إيطاليا. يبيع فعلا. المشكلة مش غادي يا علي، يخلي ولاد صغار يبيعوا فيها. ولاد صغار مازالوا وردات مش فاهمين شي، يعطيهم يقول لهم بيعوا. تاني شي لك الحلوة والشوكولاتة. انا ذكر الشوكولاتة، بابا يحب الشوكولاتة. لحظة جبتوا الشوكولاتة تو ذكرت والله. الكلكل 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 الكلكل. لا ان شاء الله ياكلها هذه بابا. هيك بوينو الكلكل. هيا سلكتوها بوينو بليسيتي ليكم. هاي يا لولو. هاي نسخة نقولوا يبسة ولا زينة. فهمتني يا علي؟ العيالي يعطي فريد صغار باش يبيعوا نفى البيضة والتكروري والسلاح. ولاد وردات ووالديهم ما في بالهمش. المشكلة طلع شكون منهم.
ولدك محمد. اي ولدي. اي يا طالب الله بدي قوي. ولدك محمد يبي ياتي فيه بيع في النقل البيثة. وين هو؟ هو ليه مشي بعيد؟ نعيط تتحمل نطلبولك بالتليفون. ايه قول استنى عاد خلي ولدك محمد يجي واحكي معاه في الموضوع. اسال ولدك محمد شو الموضوع. خلينا نمشي نجي باش نبعث لك ولدك محمد تو يقعد بحداك باهي. بابا انا ولدك محمد شنو احوالك؟ وينك يا بابا توحشتك؟ توحشتك يا بابا. هيك يا مليك يدي وريحة الموتور مشيت بربشت الموتور قلت ندخلنا فاش نحكي لكم في الموضوع خسرت يدي. شبيك يا بابا قالوا لي تعيط لي ولا شنو؟ خلينا نمشي عندي عندي شويه خدمه مع العيالي نمشي نخدم معاه ونرجع. انت ولدي ولا اي بابا انت الحب كلمة انت تيزي مشكله الحب كل خير. اي ما بك وصل اي وبعد بقيمة تلاب روحك وتلاب الخدمة بتاعك نسير حكاية ولو حالك ما تشكل مقودة. شكون مشكل مقودة؟ عياري مشكل مقودة؟ عياري سيد الرجال يعطيني يخدم على روحي يعطيني الفارينة قال لي ليه فارينة متاع ماكلة برا بيحة. أسمعك فكرة تمام ليه فارينة هذيك فارينة هو مازال متذكر بابا والله صدمني هذيك فارينة متاع ماكلة فارينة متاع ماكلة فارينة طيبوا بها الماكلة. هو قال عياري قا أنا صدقت العيالي بصراحة قلت له هذي نفى بيضة قال لي ليه هذيك فارينة يطيبوا بها الماكلة. أنا أحبك راجل راجل سيد الرجال ما أحبك ممكن أتلايج بإذن الله نحكي معايا بريد واسمع على روحك وتلاب روحك. نقول لك الحقيقة يا بابا أنك حكيت معايا أنت بلغة باهية ولغة سيد الرجال باش نقول لك الحقيقة. أنا يا بابا غلطت وخدمت مع العيالي في النفا البيضاء كيف تقول مثلا غلاوة تتعامل كروحك. انا دخلت في الدعازة قدومة وغلطت وندمت حبيت نخرج كلمت العياري بالتليفون خاطر عياري بعيد قلت له يا سي العياري حب نخرج من الخدمة ذي قال لي دويو قال لي دخلت ما عادش تخرج قال لي كان تخرج نحطك في بوفردة وانا خواف يا بابا نخاف نشد الحبس مرة اخرى. يا اخي قعدت نخدم معاه بالسيف عليا تحب تكلمه هو بالتليفون تقول له يخرجني من الخدمه وقول له بعد على ولدي انت حر نعديهولك احكي معاه عديهولي. الو ما عادش اسمه العياري راه ولا اسمه سي كارلو. سي كارلو اسمه كارلو 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 هاي اسم مافيوزي كبير في ايطاليا كارلو. الو كارلو معايا انا ولد علي بابا حشتو بيك. شنو حشتو بيك هاتا يقول لك هو انا نخاف منه مشيش تقول له تتقبح فيه راه عنده سلاح وكرتوش ويضربني احكي معاه برزانة. الو الو برونتو برونتو اوتو
برونتو اشنو اشكون معايا اشكون معايا اه اشكون معايا علي الحربي اه يا سيد علي كم ستاري بابيني سيد علي لاباغ انا العيار يا مطول اسمي كارلو كارلو اي كارلو يعني خرجك خلقك لا يا سيد علي رد بالك سيد علي طلياني راني وليت ونبيع بالمافيا انت مافيوزي انا يا بنامه بلك سابة اي تحب شنو تحب سيد علي نحب نكلم الخير ربي يبارك فيك باش تخدم معايا مال انت ما دام تحب الخير باش تخدم معايا انت تبيع لنا في البيضه لا هذاك هو الخير عندي انا لا خسير هذاك مالاش تحب شنو طلبش طلبني انت تكلمك بالحقيقه قل لي الحقيقه ان شاء الله ما زالش الموضوع ابن ولا ابن ما تروى يا دي لحظه مش كلمته باش يخرجني من الخدمه معاش انا ولدك محمد نبيع في النفق البيضه مع العياري يكلمه باش يخرجني من الخدمه يسيبني نسيت الموضوع يا بابا عندي الخبز يا بابا خرجني يا راه بديت يهدد فيا وقال لي سلاح وكرتون لا الو برونتو العم العياري معاك ما في ايطالية اش تحب؟ اي العم شنو تحب سيد العياري؟ اسي علي العم كان الخير والسلامة ربي يبارك فيك اي بعد قصر الحديث شنو تحب؟ انهي شنو اسمك الوقت كاك وانا الوقت يحرسة وليت مافيا انا رئيس مافيا عندي سلاح وكرتوش يعني ما نخاف من حد ورد بالك فلا مال سيدي ما كلمتوش مش قلت لي باش نكلمه يخرجني من المافيا لا ما تخاف يا ولدي ما انت خايف دي انت خايف مش خايف ما عنديش ودي هاك انت خايف انت بيدك خايف لا بنتي خايف هاك ما اوه لا اش بيك يا سيدي علي شنو كل دقيقه اطلب ما نخدموش ارواحنا قلقني واحد كان عليك طلبني برشا مرات ضربته بكرتوشه رد بالك اطلب خير ايش تحب لعب خير وسلامة اوي وبعد قصر ايه فين امان يا بابا مش انا ولدك محمد ونخدم على العياري في النفا البيضة ولا مش انت طلبته بالتليفون انتي موديه كنت هي امك ما تخش نفا بيضا ما عندي موديه نفك احلى مش انت كلمت العياري باش تقوله سايب لي ولدي معاش خليه يخدم معاك يا تطلب وتخاف انت بربي تقيكم في الحلقه هذيك برونتو الو انا العياري شبيك يا علي شبيك ما قبيك تطلب فيا اش تحب اسمك سيد يا اخويا عمل خلق بايا بايا مش نعمل خلق بايا يا سيد علي يا بنين يا مدلل شنو ما تحب مدلل العب معناها سنت خاوية اي وسنت معناها الحبوب الخدمة اي خدمة الدائرة اي والسلام عليكم اي ولدك محمد خليه يخدم معايا في المافيا لا ما تخلينيش يا بابا لا يكلمه قل له سيبه وخليه يخرج من الخدمة ألو خرج من الخدمة لا ولدك ما نسيبوش ولدك علاه ولدك خدام كبير ولدك يعرف يخدم يبيع النفا البيضة على قاعدة وحتى كان شد الحاكم يهزو هو الحبس يهزني أنا مالا بل عليك العجين ودي لا ما حاسب ولدي ياما انت انا ولدك شوية ما عندين ولدي انا ولدك يا بابا شوية يحكي معاه شنو قلت ولدي الخير علي ياما اي قلت لي كلمة مش في بلاصتها ولا شنو قلت لي كلمة مش باهية لا نخسيب عيرد بالك سيد علي لا وزن كلامك معايا راني رئيس مافيا
مافيا، العيالي رئيس مافيا. ايه بارك الله فيك. ولدك تحب تحب بحثك في الدالة. ها؟ ولدك مش يقعد معايا حيد الكل، وكان خرج منها مش يدخل حبس. دويو. هذا انا وريك انا. ولدك محمد شو قاعد معايا يبيع اللفه البيضاء. لا بروي ما خلص اللفه البيضاء. هو التليفون. لا بكلي هذا اللي عجبك. يا بدي احكي بالتليفون، احكي مع هو تحكي معي. خايف بابا. لا بكلي هذا اللي عجبك. امان امان. والله. ماكش خايف. بس خايف انا اجيك وديك. جايك تو بسلاح. انا سلاح ما جينا مك. سلاح. سلاح ما جينا مك. بيو 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 بيو. يلا بيو بيو بيو. ماكش خواف مالا؟ ماكش خواف. هيا كي ما طلعتش ماكش خواف؟ ولدك محمد شنسيبه يمشي يروح بحذاك. باهي سيد علي؟ باهي. هيا ربي امشي جرب بابا تو بطريقة. فيلا مان. هيا فيلا اسمعني. العم. مرتي تحب تحكي معاك مرتي. مرتك. هيا. مرتي طليانية هذي. هيا كلمها. بابا يلي بيعني يلي ولده بيعني فولة. الو. الو الو اسلامة. الله يسلمك يا علي. يا عسل. العم. يا عسل يا سكر يا علي. اي العم. شنو احوالك؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. سيد علي انت تعجبني برشا برشا برشا. الو كلاسك. تعجبني ونحبك برشا 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 برشا. بارك الله فيك. تعرف سيد علي ريتك مرة في حياتي وتضربت على راسي وتحت على راسي. فيك لاباس. ليه انت تحت راسي يعني تضربت فيك على زينك؟ عجبني زينك. انت مزين برشا. ارحم والديك. نحبك وليد، نحب نعرس بيك. بس معرس على زين. لا مانيش معرس، هذيك العيالي باش نطلقوا العيالي باش ناخذك انت. باهي بارك الله فيك. اما اسمعني انا نخدم نبيع في النفه البيضاء. ايه. موافق تاخذني ولا نبيع في النفه البيضاء؟ وترتني جرتنا رياضة. أنا أحب الأسفل هذي. معنا نوقف الفيديو يا رياض. يا سيد علي. العم. فهمتش يظهر لي غلطة في اسمه. يظهر لي يظهر لي اسمه صبحي وهو يتعيط له ساعة. يا سيد علي. العم. أثمان. العم. أنا نبيع النفة البيضة. إي. موافق تاخذني ولا نبيع في النفة البيضة؟ فيها برشا فلوس راه نعيشك بي زمانك. خذني بركة ما تخدمش معايا. خذني بركة. شنو رايك؟ ها؟ بشوية ساعة. خمم بابا. الخدمة كما الخدمة. خدمة بالنفة. اي انا نخدم في النفة وانت يخدم على روحك بيع الصشيات ولا شتام. انا نخدم في النفة. وخسرنا بنتي. ميسالش ميسالش. اما على شرط ولدك محمد يخدم معايا. ماني انا نحبك وباش نعيشك بي زمانك. اما يلزم ولدك محمد يخدم يبيع النفه البيضة معايا. موافق ولا؟ شقاتلك شقاتلك؟ بالنفه البيضة. انا ولدك محمد. محمد وكان بنتك هي. طيب انت تحب تخدم في النفة البيضة معاها؟ انا ما نخدمش في النفة. اي هي قالت لك ولدك محمد يخدم النفة البيضة؟ ايه. ودي ايش قلت لها؟ قلت لها تعال نشاور. تشاورني توا. ايه. ميسالش نخدم اه؟ تخدم. هو ميسالش نخدم اه؟ تخدم. اي نخدم اي خلينا نشوفك ويمشي ويمشي راسي وين. اما قلت مالك؟ يتلثق قداش بدل الانسان. قلت مالك على روحك. انت تحب تبغت يا بابا انا ولدك كبتك تحب تخلي بيها النفة البيضة باش نمشي للميناجات تنقلها كل شيء نفة بيضة ونساء وعرس يا ربي يستر انا عندي نوديك اقعد وين انا عندي نمك بي امشي كسر التليفون اضربني انت اقعد وين انا عندي نوديك الو وي شبيك تضرب في ولدك محمد وافق ولدك ولا لا بليد ياسر انا بليد
لما نقود بيك لامي بالله راهو معرس معرس يحب ناجات. طرشقوا التليفون هاي 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 كسرت التليفون هاي ولا كسروا هاو هاو شقة هاو طعم التليفون كسرت التليفون هكا انا كسرت اي ادفع حقه مليون حقه عميك عزبال مليون عميك هاد حق التليفون ايه. نمشي للشرطة نمشي للشرطة نفضها مشيت المرأة مشيت مشيت كسرت التليفون ماذا؟ الو ليه بيه هو يا لي انا عمي هكا كسرت التليفون متاع ولدك هكا هكا مش عيب عليك تكسر التليفون كسرت كسرته ادفع حقه وي كسرت هو كسرته هو كسر التليفون شقه الكرافي دني بيك ضربتني صحيح تاي سعيد 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 سعيد